من كتب السير بس مختلف، اسمه السعادة في مكان آخر، كتبه الأديب دكتور محمد المخزنجي عن العظيم دكتور محمد غنيم. أنا بحترم الاثنين، الاثنين بلديات من المنصورة والاثنين أطباء زيي، ولسه كنت قريب مع الدكتور محمد غنيم. أولا الدكتور محمد المخزنجي أديب رائع وممتع، حتى لما يجي يتكلم في الكتب العلمية اللي بيكلمها رائع وجذاب، مش أي حد في الدنيا يكتب كتب علمية وتحبه زي الدكتور محمد المخزنجي. وهو عرفانا بجميل الدكتور غنيم، هذا الشخص العظيم اللي هتلاقوه على فكرة موجود في 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 مناطق كتيرة في مصر بس احنا ما نعرفهمش. لما كنت بشتغل في بلد عربي وانا طبيب لسه متخرج، وجالنا محمد غنيم، كنا 99 دكتور مصري في المستشفى، احنا اللي مقومين المستشفى. لما جه الدكتور غنيم يزور المستشفى، انتوا لا تتخيلوا فخرنا بيه قدام العرب اللي موجودين. محمد غنيم اللي عمل مركز الكلى في المنصوره، اللي عمل المنصوره نفسها مدينه طبيه نمره واحد في الشرق الاوسط، والسبب هو الدكتور محمد غنيم. فهذا عرفان بالدكتور محمد غنيم، وانا بحيي الدكتور محمد المخزنجي انه يعمل الله اكبر. زي ما قال دكتور مدحت العدل، تحيه مزدوجه دكتور. يعني لو عايزين نعرف قصه على الهامش، دكتور محمد المخزنجي كان بدا في كتاب دكتور محمد غنيم يمكن من 5 سنين او اكتر، وبعد كده حصلت احداث كتيره في مصر والدنيا قامت وقعدت وقعدت وقامت، وبتفهمش بقى عنده نوع من الضيق او بقى حاجات اخرى. ما انت من الكتاب العبد لله بقى. والله الحاح ليس له مثيل يا دكتور مخزنجي. انت خلصت كتاب دكتور غنيم يا دكتور؟ ارجوك يقول لي هو وقت مناسب. الحقيقه كان في عنده حاله تردد. طب انا عايز اسالك سؤال بقى. ممكن ابقى انا المذيع؟ ارجوك. طيب ايه اللي خليكي تاخدي من وقتك واهتمامك ان انت تكلمي دكتور تقول له كمل كتابك عن دكتور تاني؟ انا فرحان بالدور ده، بس قولي ادي للناس يعني قولي لهم ليه. واحد، لاني عارفه قيمه الدكتور محمد غنيم مش بس كطبيب عظيم، انما كنموذج وطني مشرف حاجه هايل، كنموذج انساني ملهم، كنموذج علمي ليس له مثيل. ما انساش ابدا لما كانت غزه بتضرب وكانت مصر فاتحه معبر رفح، ومصر بقى افرادها بحكومتها بشركاتها واقفه عند المعبر عماله تقدم مساعدات. الحكومه المصريه فتحت المعبر عشان الناس تروح. تمام. انا شغلتي الاعلاميه انا كنت اغطي المكان، ازاي الاقي من وسط مئات البشر وعربيات المؤن والادويه الاقي واحد اعرفه طويل القامه هو دكتور محمد غنيم رايح يعدي الغزه عشان يقدم خدمه طبيه. هو ما انا سالتك السؤال عشان يعرفوا ان الاعلامي مش مجرد حد بيلبس لبس كويس وبيطلع يقول كلمتين. الاعلامي، الاعلام في هذا الزمن هو اداه تنوير في المقام الاول. عشان كده انا قلت لك برنامجك عشان تحط فيه الكتب، انت مهمتك انت تبقي اداه تنوير، وده اللي بيحصل. اشكرك.